الخرط العربي أو الأرابيسك واحد من الفنون الأصيلة اللي تميزت بيها الحضارة العربية الإسلامية، بيرجع أصلها لأكتر من 1000 سنة، وبيعتبر الأرابيسك فن وصناعة في نفس الوقت، وده لأنه بيعتمد على ذوق الفنان الفطري من خلال اختيار أشكال هندسية متكررة بيتم تصميمها على الخشب، سواء صندل، أوزان أو أنواع تانية، من قبل ما يتم تثبيته على المخرطة وطبع التصميم على الخشب، ثم عملية الحفر أو التشكيل لحد الدهان. وعشان كده بيحول فنان الأرابيسك أي قطعة خشبية للوحة هندسية بديعة. دي بقى مكنة الخراطة الرئيسية بتاعتك يا عم طلعت؟ دي مكنة، ده ما بعد طبعاً إحنا اشتغلنا يدوي كتير. كنا بنشتغل بالإيد بالمبرد لا، أما قاعدة زي دي ما كانتش برجلين، تحط على الأرض، وكنا نقعد زي على كرسي زي كرسي حمام، كرسي واطي كده، وإيد دي تلف بكارة، حاجة اسمها بكارة. تعمل عملية دوارة زي دي يعني؟ تخلي ده يقعد يلف. ما كانش فيه موتور كهرباء، موتور زي مكنة السنجر زمان يعني، زي السنجر كده بالإيد والرجل. وإحنا كنا بنشتغل رجل الشمال، صباعيني دول يمسكوا الأزميل أو منقار، ومعاهم إيدي وإيدك تلف، يعني الرجل جزء والإيد جزء. كنا نشغل ده يعني زي اللي في وصف مصر، ده في سكتش كده بتوع المشربيات في وصف مصر ماسكين بإيديهم ورجليهم. هو ده، دي اسمها المكنة مقوس. المكنة مقوس ده اسمها الأصلي. ودي بقى التحديث بتاعها، دي بقى بعد كده طلعت المكنة مبكرة، يعني كان اللي يعملوا البكرة كبيرة كده في السقف، وليها سير كبير زي بتاعت الطاحونة كده، عشان تدي سرعات بطيئة. طيب أنا عايزاك تشغلي بقى المكنة أشوف إيه موضوع بطي. أنا هكمل زيك وبعدين أعمل لك واحدة تاني جديدة. الكرة لازم تبقى كورة، البطوم بطوم، والشرارة شرارة، كل حاجة لازم تبقى متنططة. وقف كده المكنة يا عم طلع، ثواني بقى اشرح لي بقى دلوقتي انت الآلة دي اسمها ايه؟ دي حاجة اسمها لينيا. لينيا من 3 ملي ل 4 ملي. ماشي. اللينيا دي بقى انت اللي بتتحكم فيها، لو المدوق المستدير مستدير؟ لا، دي بتجيب الحاجات العدلة او الحاجات المزنوقة شوية. والمستدير حاجة تانية؟ ده بلف بيه، ده حاجة اسمها منقار صلب، احنا باللغة المهنة بنقول عليه منقار. ماشي. واللي هو اسمه باللغة العلمية اسمه قلم صلب. ماشي. قلم 6 ملي. المنقار ده اللي بيحلي الدايرة دي. بجيب بيه الدوائر دي، وانا يعني هوريكي واحدة تانية دلوقتي من الاول للاخر. واللينيا اللي بتحز بيها كده. ودي يعني ده الحرف السن ده بطلع بيه الشرارة دي. ما هنا بقى المهنة بقى، يا بص ايدك. ايوة هي صعبة، هي يدوي قوي. ايدك هي اللي بتشتغل، مجرد دي مساعدة للدوارة ده بس. دي بتلف. لكن انت اللي بتعمل كل حاجة. ما هي كده. ماشي. طبعا انا ركب واحدة تانية. يلا. والله انا معجبة قوي بشخصيتك يا عم طالب. الله يبارك. فتح الله عليك، استمر. المنقار. المنقار ده 6 ملي يدخل المنقار. صنعة جميلة يا عم طلعت، صنعة بديعة. أبدأ ألف وبص. لا يعني بتوع زمان دول فعلا أسطوات جامدين قوي عشان يعملوا الكلام ده بدون عامل مساعد، بدون أي كلام. يعني أنا دلوقتي معايا مكنة أهي بالكهرباء، بس تقعد واقف. اطفي المكنة بقى يا عم طلعت، اطفي بقى المكنة، تقعد واقف كده على حيلك كده طول الوقت؟ لا، انا ممكن احط كرسي واقعد اشتغل. العينات الخراطه دي بقى ليها اشكال واصناف، يعني كتير. ده اسمه ايه مثلا؟ ده اسمه بلغه المهنه اسمه صليب فاضي. صليب فاضي يعني الصليب اللي هي الحته الاساسيه دي، صح؟ طبعا. ليه اقول لك صليب فاضي؟ قول. لو احنا قفلنا الجزء ده كده زي ده كده، ايوه، لو احنا حطينا ده كده اهو، هيقول لك صليب مليان، احنا قفلته بالجزئين دول. فهمتك. فممكن الفاضي يبقى شكل مع فاضي. المليان. انا كده عملته شكلين، استفدت بيه بشكلين، ان انا اعمله مليان صليب فاضي، حاجه مقفوله. هو حرف في، احنا هو حرف في، لكن احنا بلغه المهنة بنقول عليه صليب مليان مثلا. وطب ودي مدوره ودي مبططه؟ ما ده برضه ده في ايد انا، لان انا اللي بصمم وانا اللي بكتب وانا اللي بدي براجل وانا اللي بقصط
اهم حاجه في المهنه التقسيط، ان هو ده يبقى قد ده يبقى بالملي، لا ينقص ملي ولا زين. لو ضرب لو 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 ده زياده ملي يفتح معاك في المقاس، لا يفتح في المقاس كده. طب وده ايه مثلا؟ ده زي ده صليب فاضي لا بس صغير. ده حاجه اسمها بلغه الصنعه، ايوه، او المهنه نقول عليه سبعات تمانيات. لو انت بصيت عليه كده هتلاقي تمانيه سبعه اهو. يديك السبعه. طب والنبي ده يفرق ايه عند ما ده سبعه تمانيه؟ يفرق. لو احنا بصينا للجزء ده من هنا أيوة لحد هنا، ايوه، هتلاقي الشكل مختلف. بص هنا فوق عامل ازاي، ايوه عدل، وهنا عامل ازاي، ايوه. بص تحت بقى، بص عامل ازاي، مقابل بعض ناحيه وناحيه، ناحيه وناحيه. لو العكس بقى، العكس، بص هنا مفتوح اهو، هنا مقفول، هتلاقي النجم اهو. لو بصيت تحت هتلاقي مفتوح. انا حاسه ان انا في درس تعليم المشربيه، انت التعليم في دمك. يديك عكس بقى، واحد مليان واحد فاضي، واحد مليان واحد فاضي. بتشوف أوه الفراغ وتشوف اللي من الفراغ. بصي اهو، بصي دي مقفوله، ايه بص هنا مفتوحه صح، فاضي اهو، ده مليان اهو صح. طب والرفيعه دي الجميله دي ايه دي؟ دي حتة عزيزة عليا شوية. ليه بقى؟ حتة كنايسي. كنايسي. كنايسي 5 سنتي تخانة 8 ملي. هي الديزاينز اللي بتبقى في الكنسي مختلفة عن الديزاينز بتاعت بتاعت الإسلامية. في منه كنايسي تخانات وأطوال وعراء زي ما أنت عايز، وفي منه باب 2 3 يعني. حلو. رفيع الطويل ده. دقي. دقيق. دقي. وفي شغل، لأن أنت لو بصيت على الجزء اللي تحت ده. دول دقيق، تلات حتت مش حته واحده. حته الانبوعه دي جايه كده، وفعلا حاطط نصين، نصين ونصين. تفاصيل 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 يا عم طلعت. لو جبت دلوقتي رائد اتكلم معاه هلاقيه فاهم الدنيا كده زي حالتك؟ طبعا. رائد، ايه اللي بيحصل بقى في الورشه دي؟ الخرط بيتخرب بره، بيجي هنا يتلم. وحسب ما احنا اللي عايزين نوظفه في مشربيه. بس انت بتبقى عارف من الاول وانت بتخرطه انت هتعمل ايه؟ عارف مقاسه. عارف مقاساته. مقاساته خلاص. انت ممكن يبقى معاك خرط 20، خرط 15، خرط 8، خرط 5، خرط 7. كل ما تتزنق تخرط. وبعدين تجمعهم. وبعد كده اجمعهم. طيب انت دلوقتي هتجمع ايه؟ ده هنا اهو. ده صليب فاضي. بس صليب فاضي. ايوه. انا بقيت فاهمه بقى كده عم طلعت شرحي. بنشوف الطول بتاعنا اللي احنا عايزينه، الصيان هنا اهو. دي مثلا 10 سم، 20 سم، 15 سم. حسب ما احنا عايزين كام واحد. انت لسه مجمع دي؟ لسه مجمعين. هاتها كده قربها لنا. فانت مجمع ده. فانت حطيت المفردات اللي معاك دي؟ ناقصة واحدة. بقى ايه؟ طب ومين يعمل بقى الباكيتات دي؟ دي الباكيتات دي احنا بنجهزها وبنقعد نقطع بقى المقاسات اللي احنا عايزينها حسب الطول. يعني انتوا اللي بتعملوها برضو مش نجار؟ لا لا مش نجار. طب والمكنه دي بتعمل ايه رأي؟ دي بنقطع بقى العيدان دي. نقطع 45، ده ال 45. هو بيجي على بعض كده. بتزووه يعني؟ هو بيتزوي. بنقطع عدل. بس القطايه بتيجي مسطره. طب اسمع اسمع، انا بقى منبهره بالبتوع دول. فعلا احكي لي حكايه القطعه دي. ليها عده مخصوص. يعني دي ماشي اخرطها واعملها بقلب الحاجه هم اللي اختاروا. انت عملت ايه؟ عملنا عده ليها. عملت عده مخصوص عشان تعمل بتاعه الستاره دي. طب انا عايز اعرف دي ده ايه كمان؟ انا الموضوع ده مجنني. دي كلها كانت نماذج ستان. مش دي حته خشب واحده؟ حته خشب واحده. ازاي ازاي كده؟ برضه ليها عده مخصوص. ما هو قلنا الحاجه ام الاختراع. مش عايز يقول. ماشي. لا الحاجه ام خلاص. هو المفروض ان العده بتاعتنا العاديه، المنقار والضفره والشوكه، العده العاديه والازميل. دي عده اي خراط بتزيد عليها عده القص. الازميل بيختلف بشكل مختلف والضفره بتختلف بشكل مختلف. فانت بتخترع حاجات ادوات تانية. ادوات تانيه، عده تانيه بشكل مختلف تانيه تساعد معايا ان انا اطلع دي. بس طبعا كان طلع روحنا. نفسك لنفسك ايه ونفسك اخواتك يطلعوا ازاي؟ لا اخواتي يطلعوا احسن مني. ايه الاحسن هم يطلعوا. ونفسك لروحك في ايه؟ لا تماما انا كده، انا زي الفل. انا وصلت اللي انا عايزه خلاص. انت برنس فعلا. انا وصلت اللي انا عايزه. والله العظيم برنس برنس.
وابوك والست والدتك دول بجد عرفوا يربوا. الله يكرمك. يعني غير ان هم صناعيه 100 100، هم بني ادمين كده. ده رضا. اه رضا قوي. من عند ربنا. لا لا كرم قوي. يلا تعالى وديني بقى عند باباك وسلم عليك. عارف يا عم طلعت، احنا لما ابتدينا نشتغل حكاوي القهاوي، ايوه بتاعنا احنا يعني مش بتاع امي الله يرحمها يعني، واحنا بندور على ماما حبيبتنا. طبعا يعني طبعا كنا بنستناها ونتفرج عليها طبعا كلنا كلنا من ساعه بقى ما ابتدينا واحنا بندور على الناس اللي زيك يا استاذ طلعت، والله العظيم اللي هو موهوب جدا، اللي هو عنده صنعه تراثية أو غير تراثية، بس طبعاً لو تراثية بتبقى أحب على قلبي أكتر طبعاً يعني. طبعاً ليه؟ ما في حاجة أنا عايز أقول لك عليها؟ قولي. أنا بشتغل في الترميم. ترميم المساجد وال مساجد، كنايس قديمة، مساجد قديمة، بيوت أثرية، يعني كل ما يخص الأثر أو الشغل العربي أنا بشتغل. مفيش موقع ومكان في جمهورية مصر العربية من الشرق للغرب إلا ما حطيت بصمة فيه في الترميم. طيب علشان يبقى حصلت على زي ما شهدت الأيزو كده، حصلت على ختمة حكاوي القهاوي، فنانة سارة زميلتنا بتعمل دايماً بورتريهات لأبطال الحلقة. طلعت يا عم طلعت، إزاي يا سارة؟ الله جميل يا سارة، سلم إيد. اتفضل يا عم طلعت. شكراً يا سارة. اتفضل يا عم طلعت. إن شاء الله يكون عجبك. إن شاء الله ده زي الفل. وبعندي فنانة يعني زميلة دي... فنانة زميلة. انت تشتغل خراطه معايا. ميرسي يا عم طلعت، تحت امرك، صباحك زي الفل. شكرا جزيلا، تحت امرك استاذ. يا خشب فيه روح شايل حكايات، ايام كلها بتفوح بالمسك، قلبي هو مفتوح وبيحكي حاجات، وسنين العمر خشب ارابيسك. يا زمن بتدور وتفرق ناس وتجمع ناس من بعد الشوق، شوف مهما تغيب اللقى ده نصيب، وقلوب الناس عاشق معشوق. العمر يفوت ولا حب يموت، ولا حتى الدنيا تغيرنا، راجعين راجعين وهنملى العين، مع بعض نكمل مشوارنا.